مرحبا. مطرة نيسان تحيي الإنسان، كيف إذا كانت المطرة حرزانة؟ الهيئة السنة الشتوية ما راح تفل من عنا بهالسهولة، والبرهان الطقس اللي عم نشهده من أول الأسبوع واللي مكمل معنا للأحد الجاي، وبذلك بسبب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق تركيا واليونان عم بيأثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أمطار قوية، حرارة منخفضة، هواء متوسط السرعة ورطوبة عالية، بحر مائج، ضباب على الساحل والمرتفعات. هيدي هي أحوال الطقس اللي مكمل معنا كل هالأسبوع. أما بالنسبة لليوم، طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع أمطار خاصة على المرتفعات والداخل، بتتخلل لانفراجات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل ببيروت 21. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى الشمال حيث عم بتسجل بعكار 6، طرابلس 16، جبال 16 درجة، برمينة 15 درجة، بيروت 16. ننتقل من بعدها لنشوف سور 16، بنت جبال 10، نبطية 11، راشية 10، زحل 11، بعلبك 11، الأرز 4 والهرمل 15. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة 13 أقصاها 21، الجمعة بتتراوح بين 12 و19، والسبت بين 11 و17 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الرياض 35، عمان 13، دمشق 14. ننتقل لنشوف الرباط 22، نواكشوط 25، والقاهرة 19، لندن 9، باريس 10، ومدريد 18. وهيدا كان كل شي. باي.